ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبدروف، فيديو جديد. فيديو النهارده ارسنال، هحكي لك طبعا في اغنيه ارسنال الاخيره. كذا حد كتب لي اسم الاغنيه دي، قلت يلا اعملها. اوكي، لسه ارسنال لسه عاملها اول امبارح حاجه زي كده. بالنسبه لكم هيبقى اول امبارح او اول امبارح حاجه زي كده. اوكي، ما علينا، خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه ويلا ليتس جو. اوكي، في عربي. اوكي، على فكره حاطط سماعات عشان ما حدش يقول لي بحط هاند فري، عشان لو في حاجه مش فاهمها او حاجه ما سمعتهاش، عشان قبل كده واحد ما خدش باله من شعري مع السماعه ما كانتش باينه، عشان كده بقول عشان لو حد مش شايف السماعه ولا حاجه. فانا حاطط سماعه بس انا قدام التصوير ببقى غبي مش عارف ليه، بس ده انا. ما علينا، خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه بقى. بحكي عن شوارع المنطقة المنطقة المنطقة، بتمشى في شوارع المنطقة المنطقة. أنا وقفت من غير قصدي على المنطقة، عزة جلال هي دي المنطقة المنطقة دي المنطقة، بتمشى في شوارع المنطقة المنطقة بداية الأول أمن على القايم في الجول الرايق الدوب حر بيزيد في المكان سنك أي. أنا برضه أنا في الأول قلت ده مش أرسنال في الأول، إيه المنطقة؟ مش عارف إيه إيه المنطقة؟ أنا قلت هو ده أرسنال، عارف اللي هو استغربت، بس لما دخل بقى في الحتة اللي هي اللي فاتت دي اللي هو أوكي. الهلالي هي دي المنطقة، بداية الأول أمن على القايم في الجول الرايق الدوب حر بيزيد في المكان سنك أيد حرايق في الشو على الرايق واللو ميريكا اللي حاب يجربني لسه دايخ من الدوز، محدش من اللي في ظهري خايف من الموت ولا حد من أبطالكو لايق في الدور. أغني وأقول وأحكي عن الراجل الجدع ده اللي بالخير نفع نفسه ونفعنا، اللي في وقت جوعه لو عاشر بشر ما ينساش البشر بعد الشبع، لا أغير لك مودك بتر. الله، حلوة الحتة دي. أبطالكو لايق في الدور. أغني وأقول وأحكي عن الراجل الجدع ده اللي بالخير نفع نفسه ونفعنا، بالخير نفع نفسه ونفعنا، اللي في وقت جوعه لو عاشر بشر ما ينساش البشر بعد الشبع، لا حلوه الحته دي فشخ، الجمله دي جامده فشخ. اغير لك مودك بتراك، احكي لك عن شوشه وزياد، محمد اشرف اخويا السندان، كل الرجاله دي من المنطقه المنطقه. هي الاغنيه بتتكلم عن منطقته. اوكي، هي منطقته الهلالي صح؟ انا معرفش هي فين بصراحه، يعني لو حد يعرف هي فين من الهلالي دي، وتقريبا هلالي هي دي علامتهم تقريبا، لان كان في الليركس مكتوب كان في برضه علامه الطائر ده، مش عارف ده حمامه تقريبا المفروض، مش عارف بجد مش عارف دي حمامه ولا دي ايه بالظبط، مش عارف علامته، بس دي تاني مره اشوف الطائر ده. اوكي، شكلي غبي فشخ. المنطقه اوكي، كان مكتوبة هنا كان في حمامة. اوكي، كنت عايز اتكلم عليها بس قلت لا، فاهم اللي هو كنت محرج، بس اللي هو انا في نفس الوقت اللي هو عايز اعرف الطائر على ليه العلامة دي موجودة بصراحة، عشان كده دلوقتي قلت مش عارف دي مفروض حمامة ولا ايه بالظبط، مش فاهم فمفروض عشان السلام، لان في اللي هي بتاعت الملائكة اللي هم بيرسموها هنا طبعا عامة مسيحيين. اوكي، الله اعلم. ما علينا ما علينا، خلينا نكمل الاغنيه. شاف شوارع المنطقه المنطقه المنطقه، عزة جلال هي دي المنطقه المنطقه دي المنطقه، بتمشى في شوارع المنطقه المنطقه المنطقه، الهلالي هي دي المنطقه. اهي شايفين اهي في علامه، دي مفروض حمامه، المفروض ده بيبقى حمامه، يبقى اكيد اللي فوق دي حمامه، بس الحمام مش عارف، انا حاسس ان هي كبيره، يعني حاسس مش عارف جناح كبير فاهم، طويل معرفش لسه في بدايه، عشان كده متلخبط مش عارف اذا كان ده حمام ولا ايه بالظبط، مش فاهم.
لا دي مشكلتي في الفيديو ده النهارده. بيت الاول هنودي وهنسند لنهايه الكون، مش فارق لي مين اللي سايق البور، شوف مين بيقدف ومين عايم في الموج، عبي خد مني الحقايق بكون جاي صحيت لو لسه مش فايق من النوم، شوف ودور فين عمدان الاساس، النور اللي بيفضل في نهايه اليوم. اوه ايه كل اللي جاي تقيل، طرشه زميلي هتتكيف بيه، ليا في كل بلد راجل ما تفكرش تسوح نفسك وسط دايرتي، خرجنا بره حدود الدم. ليه في كل بلد راجل ما تفكرش تسوح نفسك وسط دايرتي. هو تقريبا يقصد بيه ان هو كده مش راجل يعني، يعني لو حد تلم مفروض قصده كده ان محدش، عشان مش هيبقى حاجة زي كده انا اعتقد، مش عارف. اوكي انا عندي استقبال الكلام على فكرة صعب شوية. اوكي شكلي غبي اقسم بالله، انا اسف. اوكي انا اسف، انا عارف، انا الرياكت بتاعي ده ردة فعلي. اوكي عشان لو حد جديد، دي ردة فعلي، انا مش بقعد اسال. اوكي لان الاغنيه دي اول مره اسمعها. اوكي انا عارف ارسنال، اوكي بس اول مره اسمعها، ففي كلام ما بقاش فاهمه. اوكي فده الرياكت بتاعي، بقعد اسال. اوكي الناس بتفهمني الاغاني. اوكي لو عايز حد يشرح لك الراب ده او الاغنيه دي تتكلم عن ايه، عندك رائف، عندك بينوكيو قوي او مش بينوكيو قوي، حاجه زي كده ممكن تروح لهم. الناس دي عباقره. اوكي انا ولا حاجه جنبهم ولا هوصل زيهم بصراحه، يعني مش هبقى زيهم. انتوا شايفين طبعا انا عامل ازاي. اوكي بقعد اسال، ما علينا. فلو انت عايزهم روح لهم. اوكي وانا اسف ان انا ضيعت وقتك. فحد بقى يفهمني يعني، حد يفهمني يعني دلوقتي هو يقصد ان هو مش راجل، يعني لو حد دخل جوه دايرته فهو كان ما يبقاش راجل، حاجه زي كده صح؟ ده انا كده فهمت صح؟ زميلي هتتكيف بيه، ليا في كل يوم. اوه ايه كل اللي جاي تقيل، طرش زميلي هتتكيف بيه، طرش ازميلي، ازميلي طرش 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 ازميلي، ليا في كل بلد راجل ما تفكرش تسوح نفسك وسط دايرتي، خرجنا بره حدود الدوله. لا هو مش قصده ان هو مش هيبقى راجل، هو بيقول يعني ما تحاولش انك تتسوح جوه دايرتي، يعني ما تحطش مناخيرك يعني، صح؟ هو ده يقصده، ده ما اعتقد ده انا كده صح. كل بلد راجل ما تفكرش تسوح نفسك وسط دايرتي، خرجنا بره حدود الدولة، عملنا كل شعوب الكوكب، بس مهما نزوغ في الكوكب الروح ترجع تحضر في المنطقة. في اللي حلف محلني لما عرف ان انا الروح ترجع تحضر في المنطقة، زي ما في اللي بيحبني. اوكي في اللي حلف محلني لما عارف ان انا معادله صعبه بلا تمويه، هاتر في الورق فسقط السنه واللي شقه يمتحن العلم، ماليش تشاومين بس ليا قله الادب. برو الحته دي احلى حته في الاغنيه كلها. واو تحضر في اللي بيحبني الدخله حلف محلني لما عارف ان انا معادله صعبه بلا تمويه، هاتر في الورق فسقط السنه واللي شقه يمتحن العلم، ماليش تشاومين بس ليا قله الادب، اقل من تمن اللي جرب ينزل في السبق معاك الساوث بيز، جاهز زي الند بالكفن مكفى من ايدي مع انبوبه السم في القلم، معاك لراوند 3 عد للابد مش بحس 4 5 زي الند بالكفى المكفى من ايدي مع انبوبه السم في القلم، معاك لراوند 3 راوند 3 المفروض حد يقول 4 5 صح؟ عد للابد مش بحس، جاهز زي الند بالكفى المكفى من ايدي مع انبوبه السم في القلم، معاك لراوند 3 عد للابد 4 5 اوكي. مش بحس بالملل، نشوف مين يسد في النفس صاحبي، ده توكيد ان الكينج في السد والعلن، العبد اللي زي رعى عمره ما قلق من الزمن. العبد اللي زي رعى ملل، نشوف مين يسد في النفس صاحبي، ده توكيد ان الكينج في السد والعلن، العبد اللي زي العبد اللي زي رعى عمره ما قلق من الزمن. رعى اللي هو الرابر، هو بيتكلم عن الرابر اللي انا سامعه في اخر اغنيه كانت معاه، اللي انا كنت متلخبط ما بينهم ما بين صوته وصوت رعى تقريبا، هو بيتكلم عليه تقريبا، هو صاحبه فشخ على ما اعتقد. اوكي عشان والاتنين كان صوتهم زي بعض، وفي واحد برضو كتب صوتهم زي بعض فشخ. اوكي يعني مش انا لوحدي، كنت حاسس ان هم صوتهم زي بعض. زي الرعى عمره ما قلق من الزمن، في اي توقيت الكلام في منك يتدفن، لو سنك من الزهق نزل من السما يشد في الجلبه زي توفيق، قول ان الراب غرق وانتهى في حاله واحده. اوكي يبقى راعي اللي هو الرابر، وتوفيق تقريبا ده رابر تاني تقريبا او صاحبه حاجه زي كده. بس يتدفن لو سنك من الزهق نزل، لان هو بيتكلم عن منطقه فرع تقريبا في نفس المنطقه بتاعته. وتوفيق ده انا ما اعرفش هو مين بصراحه، ما سمعتلوش لو هو بيغني، فما اعرفش هو مين. زي السما يشد في الجلبه زي توفيق، قول ان الرب غرق وانتهى في حاله واحده، بس يجي لك سنك اتقتل وسنك حي.
هو توفيق ايه؟ ما يشد في الجدبة زي توفيق، قول ان الراب غرق وانتهى في حق، قول ان الراب غرق على واحدة بس يجيران اجولك سنك القتل وسنك حقيقة. المنطقة باتمان شاف شوارع المنطقة. المنطقة عز الجلال هي دي المنطقة. المنطقة عزبة الجلالة، عزة الجلالة، عزة الجلالة، عزة الجلالة هي دي المنطقة، هي دي المنطقة. المنطقة دي المنطقة باتمان شاف شوارع المنطقة. المنطقة المنطقة الهلالي هي دي المنطقة. الهلالي وبعد كده هلالي. اوكي يبقى عرفوني فين المنطقه دي. اخواتي في الحمراء وفي الهلالي ما بيلعبوش مزيكا بس يعرفوا يلعبوا في ملامح وشهم. بيلعبوش في ملامح مزيكا بس يعرفوا يلعبوا في وشهم. في الهلالي ما بيلعبوش مزيكا بس يعرفوا يلعبوا في ملامح وشهم. لعبوا في ملامح وشك على الهلالي اللي هم المنطقه يعني مسخره. اوكي هي الاغنية حلوة اوكي بس مش زي اغنية ارسنا كوراع بصراحة. اوكي تعجبني اكتر لاني كمان كان عندي عارف انت اللي هو في تشوك اللي هو فين ارسنا وفين راع يعني اللي هو مين غنى الاول ومين غنى التاني فاهم، كان عندي لخبطة. فدي حسيت ان الاغنية حلوة فاهم اللي هو مش عارف افرق فاهم، فاللي هو اوكي بالنسبة لي حلوة اللي هو حس الاتنين في كيمياء ما بينهم غريبة، حتى الصوت وطريقتهم اللي هو ما حسيتش بفرق فاهم ما بين راع وما بين ارسنال، فكانت عجباني. وغير كده طبعا البيت كان تحفة اصلا يعني كانت عجباني عشان كده. ما علينا ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكو. اوكي واتمنى الناس لو في حد جديد يفهم ان انا لسه جديد في موضوع الراب ده اوكي، فياريت تشرح لي برضو لو في حاجة عايز تزودها اوكي ده يبقى زي فول اوكي، عشان انا هنا هو الراكت بتاعي عبارة عن اسئلة اللي هو بسأل الناس هو بيقول ايه هو قصده ايه كذا كذا والناس بتقعد تشرح لي اوكي. ف بس كده ده كان الراكت، يا رب يكون الراكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا تشوس.